السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا ليكسيك الوحدة الثانية الأسبوعان الثامن والتاسع صفحتان 42-43. العنوان ديال الدرس إنيسياسيون à l'utilisation du dictionnaire. إنيسياسيون يعني أوليات في استعمال القاموس أو المعجم. هذا الجزء الثاني. ندوزو دابا الصفحة رقم 43. رقم 43 هي تتمة ديال ليكسيك انيسياسيون ا ليتيليزاسيون دي ديكسيونير. صفحة رقم 43. جو مونترين اتدرب. لا كيسيون نيميرو 6 رولي شاك ابريفياسيون ا سا سينيفيكاسيون. قالك ربط كل اختصار بالمعنى ديالو. اذا عندي ان ام، عندي في، عندي اج، عندي ان اف. هنا نون فيمينا اسم مؤنث، ادجكتيف نعت، نون ماسكولان اسم مذكر، عندي فيرب. اذا بطبيعة الحال عندي ان ام كتعني لي نون ماسكولان، يعني هذه كتعني لي نون ماسكولان. اذا غادي نربطها معها نون ماسكولان. في كتعني لي فيرب فعل. فاش كنشوف ديك في كنعنيو بها فيرب. هادي ادج كتعني لي ادجكتيف. و ان اف نون فيمينا اسم مؤنث. اذا هذا هو التمرين رقم 6. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 7. اوبسيرف سي زارتيكل دو ديكسيونير. يعني لاحظ هاد المقتطف من ديكسيونير. Entoure la définition et souligne la phrase exemple. قالك دور على التعريف وسطر على la phrase exemple، يعني الجملة المثال. إذن عندي abbreviation non féminin. هذا سيت ان نون فيمينان، كنقولو اون abbreviation. فورم abrégé، يعني واحد الشكل مختصر دان مو ديال الكلمه ريدويت ا كلك لتر، يعني مختصره في بعض الحروف. اذا هذه هي ابريفياسيون. هنايا المثال كيلومتر اي لابريفياسيون دو كيلومتر. هذه جمله مثال. اذا قال لك اونطور لا ديفينيسيون، يعني خصنا ندور على التعريف ديال هذه الكلمه هذه. اذا هذا هو التعريف. هذا هو التعريف. اي سوليني لا فراز اكزومبل، غادي نسطرو على الجمله المثال. هي هذه الجمله المثال كيلومتر اي لابريفياسيون دو كيلومتر. يعني فاش كنلقى هاد كي ام هذه الاختصار ديال كيلومتر. هنا عطيتك مثال باش تفهم. ارتيزون يعني صانع تقليدي، هذا سي ان نون ماسكولان. الشرح ديالو بيرسون كي ان ميتيي مانويل، يعني واحد الشخص اللي عنده شي مهنه يدويه. هذا الشرح. دونك هذه لا ديفينيسيون غادي ندورو عليها. لي منويزي هذا المثال، جمله مثال. لي منويزي نجار، لي شاربونتي حتى هما كيعنيو نفس المعنى ديال لي منويزي، يعني النجاره. لي كوردوني، لي كوردوني هما الاسكافيين اللي كيصلحوا الاحذيه وكيصنعوا الاحذيه. سون دي ارتيزون، يعني هم صناع تقليديين. هذه الجمله المثال لي منويزيي. مع هذه الجمله المثال. ديفينيسيون هنا عطينا الشرح ديال ديفينيسيون، يعني التعريف ديال التعريف. سي ان نون فيمينا. اكسبليكاسيون دو سونس دان مو، شنو هو ديفينيسيون؟ هي الشرح ديال المعنى ديال الكلمه. يعني عطينا الشرح وشرحينها لنا، يعني المعنى ديال الشرح اولا المعنى ديال التعريف. اكسبليكاسيون دو سونس دان مو، يعني المعنى ديال، يعني الشرح ديال المعنى ديال الكلمه. المثال لو ديكسيونير دون لا ديفينيسيون دي مو، هذا هو هذه الجمله المثال. تن عندنا اكستري، هذا سي ان نون ماسكولان. هاد اكستري هذا عنده ثلاثه ديال المعاني. يعني فاش كنلقى شي كلمه وكنلقى واحد اثنان ثلاثه، يعني ان عنده ثلاثه ديال المعاني. لان كلمه تقدر تكون عندها عده معاني حسب السياق ديالها في الجمله. اذا المعنى الاول واحد برودوي تيغي دون سوبستانس، يعني واحد المنتوج اللي كنخرجوه من واحد الماده. اذا هذا التعريف غادي ندورو عليه. De l'extrait de lavande
de jasmin de café. يعني هذا المثال غادي نسطرو عليه. يعني المستخرج من الورود، المستخرج من القهوة. دونك عندي هنايا المعنى الثاني باساج، هذا المعنى الثاني باساج شوازي دون زان ليفغ، يعني واحد المقطع مختار من واحد الكتاب، هذا المعنى. المثال جو ني با لو سو ليفغ اون انتيي، يعني ما قريتش هذا الكتاب كامل، سولمون دي زيكستري، يعني فقط بعض المقاطع. هذه هي الجمله المثال. اذا كل معنى تلقاو فيه جمله مثال. نشوفوا المعنى الثالث كوبي دون بارتي دان دوكيومون اوفيسيال، يعني نسخه ديال جزء من وثيقه رسميه. هذا المعنى، يعني واحد الجزء من وثيقه رسميه او نسخه من وثيقه رسميه، بحال ان اكستري داكت دو نيسونس، يعني نسخه من عقد الازدياد. هذا سيتان اكزومبل، هذا مثال غادي نسطرو عليه. دابا نمشيو لجو مي فاليو. جو مي فاليو La question numéro 8, écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. Oktoub amama kul kelima, l'abréviation qui convient, l'irtisar, l'munasib. Dan indi hnaya V, katani li verbe, katani li adjectif, NM, katani li nom masculin, NF, katani li nom féminin. Donc indi monument, kangoulou un monument, donc c'est un nom masculin. Idan l'abréviation, l'munasiba, il y a NM. يعني نون ماسكولين. accueillir يعني يقطف. par exemple il accueille des fleurs، هذا c'est un verbe. ندلو v. église كنقولو une église، يعني كنيسة. donc c'est un nom féminin. une église c'est un nom féminin. ندلو nf. grand هذا كيعني كبير، c'est un adjectif. donc غادي ندلو adjectif. La question numéro 9. La question numéro 9. Cherche les mots suivants dans ton dictionnaire et donne leur définition. قلب على الكلمات التالية في القاموس ديالك وعطي التعريف ديالهم. إذا بالنسبة لهذه الكلمات أنا عطيت التعريف من الديكسيونير لروبير دي زيكول. نتوما تقدروا تعتمدوا على شي ديكسيونير آخر، يعني قاموس آخر، وتعطيو تعريف أخرى من غير هذه. دونك إيمونس، يعني هذا سيت أن أدجيكتيف. إيمونس المعنى ديالو تخي غران، يعني كبير جدا. هنايا عطينا واحد المثال لا شين ات ان باي ايمونس، يعني الصين هي بلد كبير جدا. هنايا عندي بوان، هنا ما عندنا والو. اوبيتال كتعني مستشفى، سيت ان نون ماسكولين ان ام. ان غران باتيمون هي بنايه كبيره، او لون سواني اللي كنعالجوا فيها، اي او لون اوبير لي مالاد واللي كنديروا فيها العمليات للمرضى لي بليسي والمجروحين. اذا هذا هو التعريف ديال اوبيتال. ما بقاتناش بلاصه هنا باش نديروا اون فراز اكزامبل. عندي فيزيتي يعني زار. هذا سي ان فيرب، فيزيتي سي ان فيرب. المعنى ديالو فيزيتي ان اندرووا، يعني نزور مكان. سي الي فوار، يعني اننا كنمشيو نشوفو tout ce qu'il y a dans cet endroit. كنمشيو نشوفو كاع داكشي اللي كاين في هذا المكان هذا، يعني تو ريغاردي، كنشوفو كلشي اون سي برومونون، وحنا كنتنزهو. يعني ماشي يعني فاش كنقول فيزيتي يعني كنمشي كنزور شي مكان كنزورو، انا كنتنزه وكنستمتع بداك المكان. عندنا برنس، هذه هي الكلمه الاخيره، سي ان نون ماسكولين، يعني اسم مذكر نون ماسكولين. شنو كيعني برنس؟ سي لو فيس دان روا، هو الابن ديال الملك، او دون رين او ديال ملكه. سي لو فيس دان روا يعني الابن ديال الملك، او دون رين ديال ملكه. اذا هكذا كنكونوا سالينا.